ورجعنا لكم من جديد ومشاهدينا في آخر فقرة في برنامجنا فقرة الشيف. اليوم معنا شيف نوال، حتبدأ لنا اليوم بطبق صيادية السمك. طبعا هي قالت لنا وصفة سهلة وبسيطة إن شاء الله تنال أعجابكم. يا هلا وسهلا فيك شيف نوال. أهلا حياكم الله. أهلا مرحبا فيك. أهلا حياكم الله. اليوم إن شاء الله حنسوي صيادية جدا سهلة يعني وخفيفة، وبعدين كمان يعني مفيدة طبعا للأطفال ومفيدة لنا الجميع. عندنا هنا تقريبا بصل، حبة بصل، وعندنا هنا ثوم تقريبا يمكن 3 فصوص ثوم، هنا في عندنا ملح وشوية سكر، وهنا في عندنا كمون وبهارات للسمك خاصة. طبعا هنا عندنا السمك جاهز، أنا طبعا يعني حاطة معاه الليمون وحاطة شوية معاه خل وشوية كركم وشوية من البهارات الخاصة للسمك. حأشوي وحسوي حبدة الرز إن شاء الله بإذن الله تعالى، وخطوة خطوة عشان يعرف كيف طريقتها وكيف نسوي الصيادية اليوم. هذا البصل من عندنا الزيت. بسم الله. زيت زيتون ولا زيت عادي؟ لا أنا حاطة زيت عادي، زيت الذرة تقريبا يعني ملعقتين. تقريبا ملعقتين. وهنا طبعا عندنا بصل، حبة بصلة، بعد ما يحمر لازم اخليه يا لون ذهبي يا اللون اللي مره مايل على البني الغامق. البصل قرب ينحرق شوي يعني. ايوه قرب ينحرق. هذه اهم خطوه عشان تعطي اللون للصياديه، تعطي لون للرز. للرز صح؟ ايوه نعم. انا حبدا حسوي السمك. ايوه. هذا ايش النوع السمك اللي اخترتيه؟ هذا اللي عندنا هنا السمك الكنعت. جميل. في بعضهم يحبوا يسووا السمك الفيليه، بالهامور يعني في اشكال انواع من الاسماك اللي هم حسب كل واحد على حسب الذوق اللي هو اللي بيحبه او حسب المتوفر كمان، يمكن بيستسهل سمك الفيليه اللي هو موجود اكثر في السوبر ماركت. صحيح صحيح. تفضلي. ان شاء الله الوقت يمدينا نعمل الطبق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. طيب ايش بهرتي السمك؟ انا بهرت السمك بشويه كركم وطبعا شويه مع اللهم صل على محمد الثوم وحطيت طبعا معه كمان شويه من البهارات الخاصه للسمك. جميل. خليته وليمون وخل، خليته يمكن تقريبا حقت تقريبا ساعه. الحين حطيته في الشواء. طبعا حنشوي ما خلينا. طبعا حنشوي. يعني تقريبا كم ياخذ الوجه الواحد من الوقت؟ تقريبا ياخذ 45 دقيقه بس. انا هحاول معلش شويه لان انا عندي هنا جاهز. اي اكيد. انا طبعا حيكون بهذا الشكل. البصل ممتاز. البصل ححط معاه طبعا الثوم وحيكون بهذا الشكل. بهذا الشكل يعني مره لون غامق جدا. نعم. يعني نعم. اخر شيء بعدين بعد كده حيجيبه وحطه طبعا في الهون، لان الحين ما عندنا وقت نسوي الرز. طبعا ما يبغى له وقت شويه. انا جهزت هنا عندي ال هي ايش الخطوات المفروض بعد كذا تصير؟ بعد البصل والثوم ويحمر. انت مجهز عندك بصل؟ انا مجهز البصل. ممتاز. عشان يمدينا. هذا هو عندنا هذا بهذا الشكل. ايش هذا؟ هذا البصل. هذا البصل يعني مجهزه من بعد ما نحمر وخلاص. هذا حيكون بهذا الشكل. هذا البصل بس مره غامق لونه. نعم. هو يعني متكرمل زي ما يقولوا يعطيك الطعم. وعندنا هنا طبعا تقريبا كوب ونص مويه. مويه. هحط شويه من البهارات. هذا الملح على حسب الرغبه. خفيف من شويه من السكر. شويه السكر. هذه البهارات وهذا الكمون وهذه البهارات الخاصة بالسمك. فقط لا غير. خلي كده شوية لين ما طبعا تغلي الموية. يكون الرز، أنا نقعت الرز هنا نظفته طبعا تقريبا حقت 10 دقائق. هذه كم كاسة رز تقريبا؟ تقريبا كاستين. كاسة.
كاستين. كاستين وحطيتي مويه كاسه ونص. ايوه. انا ما ححطها طبعا كلها. نحط الكميه المناسبه للمويه طبعا. طبعا يعني الطريقه الان سهله جدا. جدا سهله. وصحية. أنا حبيت إنه ما أقليه، حبيت إني أشوي السمك عشان فائدته. يصير بهذا الشكل. يصير بهذا الشكل. طبعاً خليه يغلي وحطبخه عادي زي أي رز ثاني. نعم. بهذا الشكل حيصير اللون. وطبعاً إحنا حيكون عندنا الطبق جاهز. ممتاز. والحين حنقدمه إن شاء الله بإذن الله. بهذا الشكل حيكون هذا الشكل. ونغطي. لين ما يستوي. احلى شيء الرز اصلا ما ياخذ وقت. ما ياخذ وقت. ساعة 10 دقائق بالكثير. ما ياخذ وقت ابدا. في طرق كثيرة يمكن للرز الصيادية وكل طريقة بلون مختلف. احيانا تلاقيه شوي احيانا اغمق، فكل يمكن شيف لها اسلوب خاص. صحيح. لكن صراحة هذه طريقة جدا سهلة. ما شاء الله ايضا يعني بدأتي في التقديم كمان. نعم. انا جهزت لان انا عارفة انه ما في وقت. لا بس اهم شيء يعني عرفنا منك الخطوات السهله ان شاء الله باذن الله. حنرجع ثاني مره حنقول الخطوات سريع. هذه السلطه هذه اللي معاه. هذه الطحينه. ايوه لو توصفي للمشاهدين بعد طريقه عمل الطحينه. طبعا هو سهل. طبعا الطحينه شويه ليمون وشويه خل وفلفل اسود وملح. وبس تحركي مع مويه ويصير بهذا الشكل. إذا حبيت تحطي معه أوصال يعني ثوم، تحطي معه كمان برضو بصل. يطلع طعمه برضو كمان. في ناس تحط معه بصل. إيه بيحبوا البصل معه. وهذا كمان عندك هنا الحومر. هذا حومر. طريقته سهل. طبعا يتنقع الحومر ويتحط معه طبعا الصلصة، الطماطم، صلصة الطماطم معه. شوية إذا حبيت تحطي معه فلفل، عروق الفلفل برضو إذا حبيت تحطيها معه، وتخلطيها كلها بالخلاط ويصير بهذا الشكل. هذا الشكل. وطبعا الحين احنا حنرجع ثاني مره نعيد المكونات. السمك طبعا عندنا سمك الكنعت تقريبا نص كيلو سمك كنعت، وعندنا طبعا 2 كوب رز طبعا منقعينه حق تقريبا 10 دقائق لازم يكون يعني منقع، وعندنا في البصل وعندنا ثوم والبهارات طبعا البهارات الخاصه للسمك والكمون والملح وقليل من السكر. نحط معه طبعا ما شاء الله. يعطيك العافيه. وبالنسبه للسمك هل مثلا بتنقعيه بالبهارات قبل بيوم او اي يكون افضل عشان يشيل الروائح وتشيل ريحه الزهره. طيب ايش البهارات اللي انا بحط له؟ الليمون والبرتقال. ليمون وبرتقال؟ نعم. حطي ليمون وبرتقال وخليه وبعدين تطلعيه كذا وحطي عليه بهارات والملح والكركم. كيف البرتقال؟ قشره نبشرها مثلا؟ لا 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 عصير البرتقال. عصير البرتقال والليمون. عصير البرتقال والليمون تطلعيه قبلها بيوم، يكون في الليل وتقريبا يمكن تقريبا على الساعه 10 الصباح تطلعيه وتحطي له البهارات. طبعا تحطي معاه الخل وتحطي معاه طبعا نغسله بالدقيق. يعني انا بغسله السمك بالدقيق. اذا كان في بعضهم بالدقيق برضه كمان. الدقيق كمان برضه كويس، بس لكن انا اشوف الافضل يعني كل واحد على حسب طريقته. كل واحد على حسب الطريقه. الطرق تختلف. واذا كان فيليه برضه نفس الطريقه حتكون نفس طريقه البهارات. اي نفس طريقه البهارات. هي اهم حاجه بهارات السمك. يعني هذه ثابته البهارات حتى للسمك العادي اللي ممكن حتى للسمك العادي. فاحنا يعني ما هو الخل كويس يعني للسمك، ما ادري يعني اساس يسحب الزهامه. جميل. اي والريحه. اذا ناس حابين ان السمك يكون مقلي، كيف ممكن طريقه مثلا يحطوا البقسماط او دقيق؟ ايش الطريقه الافضل؟ وتحديدا اللي عندهم نحافه زايده. كنا طالحين موضوع النحافه الزايده، يعني ماذا اذا عندهم زياده وزن ممكن انه يخلو السمك. ممكن تحطي طبعا معها زي نفس حكايه لما نسوي اللي بالدجاج نسويه برضو نفس الشيء، نفس الحكايه بنحط عليه اسماط ونحط دقيق ونحط بيض. في بعضهم بيحبوا هذه الاشياء، في بعضهم لا يحطوا معه خفيف من الدقيق والبهارات اللي موجوده اللي شفتيها اللي وريتكم اياها وبس وتقليها.
وكمان في يعني الطرق كمان مختلفه، في كمان في فرن، في ناس طحينه، في ناس في بعضهم يحط لا يقطعوا السمك ويحطوه مع الرز. صحيح اي مع الرز. هذه هي الصياديه، هذه هي الصياديه. بس انا حبيت انه يكون ايش صحي، وحبيت انه يكون له فائده السمك، فحبيت انه اشويه. وكيف الطريقه اذا احط السمك مع الرز؟ اول شيء طبعا في طرق ثانيه، في عندنا كمان الراس السمك. ايوه هم بيحطوا معاه راس السمك مع الرز. بعد ما نحط البصل والثوم ونحرقه وندقه، نرجع ثاني مره نحطه في القدر، ونحط معاه طبعا مويه، ونحط الراس السمك. راس السمك من غير مثلا ما نشويه نقليه؟ وما تشويه ولا تقليه. ايوه هو ني، تحطيه معاه عشان هو يعطي ايش النكهه، يعطي نكهه السمك. ايوه المرقه السمك. وبعد كذا يكون عندك، لان السمك على طول بينضج، تحط اوصال السمك اللي انت حابته. اذا بعدين يشيل الراس، وبعد كذا نرمي الرز مره ثانيه. صحيح. على المويه. صحيح. يعني انت قدمتي لنا اسهل طريقه اليوم للصياديه، في يعني الطريقه اللي بتذكريها اكيد اصعب شويه، لكن هذه الطريقه سهله. اي هذه سهله جدا، واحس انه كمان انه السمك كويس، يعني اللي يكون عنده السكر، اللي عنده اضطرابات في الدماغ، اشياء كثيره. اكيد دائما ينصح لو في الاسبوع مرتين حتى، ونستخدمها في الاسبوع مرتين. هو يعتبر طبعا اللحوم الاسماك تحديدا يعني خفيف، قيمتها الغذائيه مره عاليه بالنسبه. نعم. فعلا. وطبعا السمك حتى منظره شهي ما شاء الله. الله يسلمك. والسمك طبعا غني بالحموض الاوميجا، اذا سمعتوا عنه، جدا رائع خاصه للدماغ. صحيح عمي قلت لي صحيح، اكيد يديك العافيه. اشوف دوال على الطبق الشهي جدا. اكيد شكرا لك على وجودك معنا اليوم، وطريقه التقديم رائعه، وايضا المقادير جدا سهله. شكرا لك. العفو ان شاء الله. الله يسلمك. يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم ان شاء الله. جد فعلا طبق رائع، وايضا مفيد وصحي. وايضا مشاهدينا الشكر موصول لكم، اتمنى تكونوا استمتعتم معنا في موضوعات اليوم اللي كانت فعلا مره مهمه، وتحديدا عن تناول الادويه بطريقه عشوائيه. اتمنى من كل المشاهدين فعلا ان يسمعوا الى النصائح، لان هذه مهمتنا وهذا دورنا. طبعا بنطرح بعض المواضيع اللي فعلا المفروض يكون عندنا وعي فيها، توعيه صحيه وتثقيف صحي ايضا للجميع. اشكركم على طيب المتابعة، أترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا لكم وإلى اللقاء. أكيد كل الشكر لكم مشاهدينا على متابعتكم، وكل حلقاتنا أكيد ممكن ترجع تشوفوها مرة ثانية على صفحة برنامج حياتنا وصفحة قناة السعودية الأولى على اليوتيوب. حتشوفوا حلقاتنا وتستفيدوا من كل النصائح اللي أكيد بيقدموها ضيوفنا اللي يكونوا معنا. شكرا لكم على متابعتكم، لقائي فيكم بإذن الله يتجدد غدا في حلقة جديدة ومواضيع مختلفة. إلى اللقاء.